تواصل قوارب الموت رحلتها نحو جزيرة لامبيدوزا، والتي تشهد استمرار قدوم المهاجرين الهاربين من انتهاكات نظام الأسد والباحثين عن مأمن في الدول الأوروبية. الحلم أهلك ما يزيد عن 300 شخص، ولا يزال يجلب العديد من المهاجرين. ومأساة القارب المحمل ب 137 تصل إلى سواحل صقلية. نقص الخطر دقته الحكومة الإيطالية، ما دفع برئيس وزرائها أنريكو ليتا بجمع أقرب معاونيه لتعزيز الإجراءات العسكرية والإنسانية في بحر المتوسط، حيث تم الكشف عن خطة بحرية جديدة. ستطلق إيطاليا عملياتها العسكرية والإنسانية جوا وبحرا، والتي لها أبعاد في غاية الأهمية، لأنه من غير المقبول أن يصبح البحر المتوسط بحرا للموت. هذه المبادرة التي اتخذناها، وسوف يكون ذلك بالتعاون مع فنلندا وكذلك الزملاء في الدول الأوروبية، لأن هذه أولوية هامة. البحر المتوسط هو بحرنا، ولا يمكن أن نتسامح مع ما حدث في الأيام الأخيرة. يجب تعزيز عمل وكالة فرونتكس التابعة للاتحاد الأوروبي والمختصة بمراقبة الحدود الدولية للدول أعضاء الاتحاد، ومن المقرر أن نتحدث عن هذا في اجتماع المجلس الأوروبي في 24 و25 من هذا الشهر، ولا يمكننا أن ننتظر قرارات البرلمان أو المؤسسات الأوروبية عندما نتحدث عن حياة الناس، لذا علينا التحرك فورا. ولمواجهة تدفق الهجرة تم تحديد 3 مستويات عمل، فبحسب وزير الداخلية الإيطالي أنجيلينو ألفانو تتعلق بتعزيز التعاون الدولي وتحسين الرقابة على الحدود الأوروبية ونشر نظام الاستقبال الحالي. هذه الإجراءات تقدر تكلفتها ب1.5 مليون يورو شهريا، ومع الخطة البحرية سيتم استخدام سفينة برمائية للمرة الأولى، في حين ستزداد قدرات استضافة اللاجئين واستقبالهم. كذلك طالب رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز بإجراء تغيير جذري في السياسة الأوروبية تجاه مسألة الهجرة.